يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوكه البحري، مائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بارد ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من محافظات ومدن الجمهورية، ونبدأها بالقاهرة. القاهرة 22-15، الإسكندرية 22-14، مطروح 21-13، بورسعيد 21-15، والإسماعيلية 22-13. ونذهب إلى السويس. السويس 22-14، العريش 21-14، طابة 23-15، شرم الشيخ 25-17، والغردقة 24-15. ونذهب إلى الأقصر. الأقصر 25-11، أسوان 25-12، الوادي الجديد 24-12، شلاتين 25-18، وأخيراً حلايب 23-19. والآن نستعرض معكم مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.